هو الإدانة بحد ذاتها إنصاف، وكتحس أنها يعني كتريح الضحية ملي كتدين المتهم، لأنه يعني الضحية وجميع ضحايا الاعتداءات الجنسية على الأقل كلمة حق تنطق. لكن الحكم بحد ذاته 6 سنوات قليلة جدا، يعني المتهم عليه أن يحظى بعقوبة مشددة لأنه خطير على المجتمع، ممكن يقدر يمارس هذا الجرم مرة أخرى ملي يخرج من الحبس. يعني هو يعني خاصو عقوبة، يعني هو نال الحد الأدنى من العقوبة، ورغم أنه خاصة عقوبة مشددة. الاغتصاب من أبشع الجرائم الإنسانية على وجه الأرض، دونك ما خصناش نسمحوا بال يعني بالتساهل في مثل هذه القضايا، خصوصا ملي يعني واحد كيوقع في يعني واحد كيقوم بواحد الخرق قانوني وكيخرق كرامة إنسان وكيمشي كيسيس الملفات يعني من أجل الإفلات من العقاب. راه حنا ماشي في دولة، حنا راه ماشي في الغابة، حنا في دولة لها قانون، لها مؤسسات تؤطر وكتنطق عن طريق يعني انطلاقا من دلائل ومن يعني انطلاقا من معطياتنا، هيك المعطيات اللي كنشوفوها خارجة كتروج وكيتم ترويجها للرأي العام. لا حقاش كلها غلطة، كلها معطيات مغلوطة، يتم تحوير المعطيات من أجل أنهم يجيبوا لعندهم الناس اللي غيتعاطفوا معهم في فاش باش أنهم يكسروا إنسانة لا حول لها ولا قوة. فقط أردت أن فقط أردت أن أدافع عن حقي وعن كرامتي وعن كل سيدات وكل ضحايا الاعتداءات الجنسية في هذه البلاد.